السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سنقوم بتطبيق وعمل مشروع للبيتزا. طبعا دعوني أعطيكم نبذة سريعة عن المشروع الذي سنبنيه معا. طبعا لدى عائلتي متجر بيتزا، ويأتيهم العديد من الطلبات أحيانا لعمل بيتزا، ويوجد عدة أحجام، حجم صغير، حجم كبير. الحجم الذي ترونه هنا هو حجم كبير. طبعا أنا أحب البيتزا وأعشقها. يوجد بيتزا خضار، بيتزا باللحم، أوكي، هاي بيتزا مثلا خضار مع فطر. بشكل عام البيتزا هنا يعني بيتزا نسميها نص نص، بيتزا نص خضار نص جبنة. البيتزا بشكل عام يعني أكلة لذيذة وأكلة إيطالية مشهورة. فالتطبيق اللي راح نعمله راح يخدم المتجر الخاص بالعائلة عشان يساعد الزبائن في انهم يعرفوا كم شخص وكم بيتزا بيلزمهم عشان يعني يشبعوا منيح. فالبيتزا بشكل عام اللارج بتكفي 3 اشخاص، يعني لو في عندك بيتزا، لو عندك مثلا 6 اشخاص بيلزمك 2 بيتزا حجم لارج عشان يطلعوا يعني شبعانين ومبسوطين. طبعا هذا المنظر عندنا في محل البيتزا أمام المحل. قاعدة جلسة عالمية. طيب، فالبيتزا أو المتجر أو التطبيق اللي راح نعمله راح يسأل أنتو كم شخص، وبالتالي راح نجاوبهم إنه كم بيتزا بيلزمهم عشان يشتروا. فخلينا نبلش في التطبيق مع بعض. نروح على الأندرويد ستوديو، وعندنا هون في عندنا الاكتيفيتي مين، في عندنا الديزاين. طبعا اول شيء راح نعمله راح نسأل كم شخص انتو، كم عدد الاشخاص الموجودين. فنيجي على الهلو وورلد تكست، هنا بنغير التكست لقيمة اخرى، مثلا نيجي نحكي له هاو ماني people، كم عدد الأشخاص. وهون بدنا يدخلوا قيمة، أوكي، بدنا اليوزرز يدخلوا قيمة أو تكست. فعشان تخلي اليوزر يدخل قيمة في عنا هون تكست، في عنا شيء اسمه بلين تكست، في ايميل، في فون، في نمبر. اللي راح نختار احنا بلين تكست لكن من نوع نمبر، يعني راح نخلي اليوزر يدخل نمبر. فبنيجي نسحب التكست فيلد الموجود هون، نسحبه ونحطه في المكان الموجود عندنا هنا. طبعا لازم نعطيه كونسترينت. خلينا نيجي نسحب الكونسترينت الموجود هون، نسحب كليك مي لفوق، ونيجي نسحب الليبل، نيجي نسحب الايديت تكست نحطه في داخل او نشبكه مع العنصر اللي فوقه بهذا الشكل. بلزمنا ايضا نشبكه مع العنصر اللي اسفل منه. احمد ناصر ليبل اذا بتتذكروا مشبوك مع، نرجع ورا، احمد ناصر ليبل مشبوك مع how many people. فانا بدي اجي احكي له روح شيل الكونستريت القديم. نرجع ورا باك، في عنا كونستريت ازرق، هذا انتو بتلاحظوا. فانا بدي اشيل الكونستريت القديم، باجي عليه من فوق وبعمل له اكس. هيك بتلاحظوا مباشرة لما عملت له اكس نزل لتحت، لانه انا شلت الكونستريت الخاص فيه. فباجي مرة ثانية على عليه، بسحبه لفوق، باجي بحكي له انت يا ليبل نشبكك مع الكونسترينت الجديد اللي هو التكست فيلد. فبسحبه من هون وبشبكه مع العنصر اللي فوقه بهذا الشكل. جميل جدا. طبعا بعطيني هون وورنينج، بحكي لها هاو ماني بيبل، انت مش معطيها كاتب التكست بشكل ستاتيك، لازم تضيفه في الريسورس، بنضيفه لاحقا. هلا هون الايديت تكست راح نسميه اللي هي راح تكون نوعها edit text من نوع
نمبر، يعني راح يكون edit text number، بعمل انتر بغير القيمة الخاصة ب edit text. جرب نشوف على شاشة ثانية نكسس 5 مثلا، تلاحظ ان الشكل بيشتغل 100% لان الكونسترينت مبني صح. عظيم جدا. لما اختار الايديت تكست الموجود التكست فيلد، بتلاحظ انه انبوت تايب تبعه نمبر، ممكن انك تغيره مثلا ل تكست عادي، فالان بصير تكست مش نوعه نمبر، يعني بتقدر تدخل اي قيمه فيه. لكن لما نيجي نحكي هذا عباره عن تكست من نوع نمبر فقط، بقدر ادخل ارقام فيه. طب تدخل مثلا تاريخ، بتروح بتغير النوع الخاص فيه ل مثلا ديت، بصير تقبل تاريخ تايم، بصير ياخذ تايم. راح نشوفها مع بعض سوية. بدنا نعطيه زي هنت او بليس هولدر في لغات اخرى، احنا هون في الاندرويد بنسميه هنت. بنسميه مثلا تايب، نكتب له انه انت اكتب تايب نمبر اوف بيبل، يعني ادخل عدد الاشخاص اللي انت حابب طعميهم. وهون عندنا نعمل زوم شوي عشان اورجيكم. في عندنا هون ليبل، نغير الليبل لقيمة أخرى، مثلا نحكي له إنه you need أو أنت بتحتاج عدد معين من البيتزا. ف ممكن نعيد تسميتها هاي، إنه نحكي له إنه you need specific number of pizza. طبعا تلاحظ إحنا كنا عاملينها reference في مستر إيه إن اللي هي موجودة في strings، فلازم نروح على values على strings الموجودة. هون نغير الاي دي اول شيء، نسميها مثلا بيتزا بيتزا يو نيد، اوكي نسميها بهذا الشكل. ونيجي نكتب التكست يو نيد، نيجي نكتبها يو نيد، انت تحتاج يعني عدد معين من البيتزا. اوكي، وهون نيجي في الاكتيفيتي مين، طبعا نغير القيمة الخاصة ب يو نيد بيتزا يو نيد. اوكي، بيلزمنا كمان ليبل نعرض فيه عدد البيتزا اللي بيحتاجها اليوزر. ف بتلاحظوا بدنا نضيف العنصر بين اليو نيد وبين الكليك مي، فعشان هيك بختار الكليك مي وبروح على الكونسترينت، باجي بعمل اكس على البتن من فوق عشان اشيل الكونسترينت العلوي اللي عليه. اوكي، باجي بضيف ليبل جديد، بنروح على تكست، نطلع شوي لفوق، في عنا تكست فيو، باجي بسحب تكست فيو بحطه في هذا المكان، وبشبكه مع اليونيد عن طريق انه بسحب كونسترينت انكور وبضيفه عندي هون. والبتن لاحظوا ما في له كونستريت علوي، فبسحبه وبضيفه مع التكست فيو من الاسفل. اوكي، نقدر نسحب هاي شوي لفوق، نسحب هاي شوي لفوق بهذا الشكل. اوكي، لهون نيجي ممكن نلعب في البروبرتيز الخاصه فيها، نيجي نحكي له اوكي التكست هون مثلا بدنا 5 او بدنا عدد معين من البيتزا. نيجي نكتب نيجي نعطيه تكست معين مثلا بيتزا. اوكي، بيتزا هذا الشكل. وممكن نغير الكالر، اذا مش عارف وين الكالر ممكن تيجي هون تعمل سيرش، تكبس على السيرش تكتب كالر، فيها بعطيك تكست كالر، ممكن تختار لون هذا اللون مثلا. اوكي، وهنا الزر الاسم كليك مي هذا ممكن نكبس عليه، بعدين نشيل السيرش الموجود هون. بنلاحظ انه معطينا تكست ماخذه من بيتزا بتن، فممكن احنا نروح على البيتزا بتن الموجود عندنا، او نروح على التكست، نروح على البيتزا بتن
اوكي نكبس كنترول وبعدين نروح على القيمة اللي هو احنا عطينا قيمة في داخل البيتزا باتن هون في string، واروح بسميها بدل كليك مي مثلا calculate. جميل، بعمل طبعا سيف، برجع على الاكتيفيتي مين على الديزاين، تلاحظ انه صار اسمه كالكوليت، عظيم جدا. بدنا نروح على المين اكتيفيتي، احنا كنا كاتبين كود، غير تكست من شيل الكود، خلي فقط عندنا ليسنر حاليا، نعمل سيف او حتى خلينا نشيل ليسنر مش راح يلزمنا حاليا، راح نضيف ديباج كود راح اشيله، ديباج ماي فيرست راح نشيله مش راح يلزمنا. اوكي اعمل هون سيف اول، بعدها نجرب نشغل التطبيق على السيميليتر شوف ايش النتيجة راح يعطينا اياها. اوكي اشتغل، بحكي لها how many people، هون مندخل عدد الاشخاص، بتلاحظوا بس نكبس على طول بعطينا ارقام. طبعا ليش بعطيني فقط ارقام؟ لانه احنا اخترنا نوع ال في المين اكتيفيتي الموجودة عندنا، اخترنا انه التكست edit او الايديت تكست الموجود نوعه number، فانت ممكن تيجي هون على الانبوت تايب تختار بدنا يكون نوعه مثلا تكست، ممكن يكون تكست ونمبر بنفس الوقت. خلينا نشوف ايش النتيجة لما نضيف تكست عليه، تيجي بتشغل التطبيق راح تلاحظ لما تكبس على التكست فيلد راح يعطيك انك تقدر تدخل تكست وتقدر تدخل كمان نمبر بنفس الوقت. نعمل deny، هذا ممكن تختار انه فقط انا بدي يكون عندي تايب مش تكست ونمبر، بدي فقط يكون عندي مثلا تكست ما بدي يكون نمبر، فممكن انك تشيل الخاصية الموجودة عندك تعمل run. تلاحظ الآن راح فقط نتمكن من إدخال قيم نص قيم تكست. أوكي فالكيبورد اللي عندك ممكن يختلف باختلاف الانبوت تايب اللي أنت بتختاره أو نوع الإدخال اللي أنت بتختاره في داخل الخصائص الخاصة بالبروبرتيز الخاصة بالفيو الموجود عندك. فخلينا نرجعها ل احنا بدنا ندخل فقط قيم نمبر، فبختار هون فقط نمبر، ولما تصغرها بتلاحظ الانبوت تايب فقط موجود نمبر، عظيم جدا. فالان لو تشغل راح تشوف انه احنا فقط بندخل نمبرز او قيم عدديه، اكبس راح تلاحظ انه فقط بندخل قيم عدديه بهذا الشكل، عظيم جدا. هلا ايش اللي نكون فيه؟ بسيط جدا، بدنا ندخل قيمة هون ونعمله كالكوليت. لما يكبس كالكوليت طبعا بتلاحظ اعطاني ايرور او الابليكيشن فصل او اعطاني يعني اعطاني كيب ديمو 2 كيب ستوبن، الابليكيشن بيطلع لحاله. طبعا السبب هاي شغلة مهمة جدا لازم تنتبهوا لها، وحتى اذا بتلاحظوا عندي في الكود هون معطيني ايرور، الايرور اللي بعطيني اياه بحكي لي انه اون كليك، انت ضايف اون كليك لكن مش رابطها في الكود. يعني انت هون جاي في التكست حاكي انه في عندك فانكشن اسمه ديباج ماي كود، لكن بالواقع احنا اذا بتلاحظوا قبل شوي حذفنا الكود اللي اسمه ديباج ماي كود او الفانكشن اسمه ديباج ماي كود. فاذا بتكون منادي فانكشن في داخل الاكس ام ال وبكون مش موجود عندك في الاكتيفيتي راح يعطيك ايرور، فعشان هيك لازم تنتبه لهي النقطة دائما، ما تنادي function فاضي وما تنادي function مش موجود. فعشان هيك انا بدي اروح اعمل function جديد هون في الاون كليك، تقدر تحذفها بعدين تكتب اندرويد او تيجي تكتب اون كليك بهذا الشكل، هو بعطيك اوتو كومبليت، تكبس انتر، راح اسميه calculate number of pizza. اوكي بدنا نحسب عدد البيتزا. طبعا بتيجي بتعمل بالضبط الاندنتيشن، اذا بتيجي بتكبس هون على الفانكشن او الميثود الموجوده هون، تلاحظ لسه هي الميثود معطينا عليها باللون الاحمر،
وبعطيني هون زي لمبة اللي هو اقتراح من الاندرويد ستوديو، بحكي لي اعمل فانكشن اسمه كالكوليت نمبر اوف بيتزا في المين اكتيفيتي. ليش مين اكتيفيتي؟ لان احنا هون رابطينها في الكونتكست، الكونتكست الخاص بالمين بالاكس ام ال هاي اسمه مين اكتيفيتي، فمباشره هو بيعرف انه السياق اللي احنا موجودين فيه هو المين اكتيفيتي. فلما تختار الكلمه الموجوده هون دبل كليك عليها راح يعطيك اللمبه هاي على اليمين، تقدر تعمل كرييت اون كليك ايفنت هاندلر، او بعطيك اون كرييت كالكوليت نمبر اوف بيتزا ميثود في المين اكتيفيتي. اكبس على هاي الكبسه، مفروض بعطينا هنا اي دي اي ايرور اكورد، يعني في ايرور طلع عندي مش راضي، يعني فور سام ريزن ما رضي يعمل لي ميثود. فانت طلب منك تعملها بشكل يدوي، تيجي بتنسخ الكالكوليت نمبر اوف بيتزا، تعمل سيف، طبعا تروح على المين اكتيفيتي وتيجي تضيفها بنفسك هون، تضيف فان كالكوليت نمبر اوف بيتزا، تعطيها طبعا تاخذ فيو، تيجي تكتب كلمه فيو هذا الشكل. فانت عملتها بشكل يدوي، الان ممكن تنفذ الكود بشكل مستقل هون عن طريق انك تغير في الليبل او في المحتوى الخاص في الاكتيفيتي اللي عندك. طبعا احنا اللي راح نغيره راح ناخذ تكست من التايب نمبر اوف بيبل ونحسب نعمل كالكوليشن وبعدين نغير القيمه الخاصه بالبيتزا الموجوده هون. فلاحظ البيتزا هاي اسم تبعها تكست فيو، فانا باجي بحكي لها اوكي خليها نعطيها اي دي مختلف سميها تي اكس تي نمبر اوف بيتزا، نكبس انتر يعمل يس اوكي، غيرنا اسمها تي اكس تي ان او بي نمبر اوف بيتزا. فالان بقدر انا اغير على التي اكس تي نمبر اوف بيتزا عن طريق المين اكتيفيتي، انه اجي هنا اكتب تي اكس تي مباشره، هو بعطيني الاوتو كومبليت ان او بي، واجي بحكي له التكست الخاص فيها غير لي اياه مثلا ل 10 بيتزا بهذا الشكل. فالان لما تيجي تعمل رن تعمل اوكي، لما تكبس على البتن اللي اسمه اللي بحتوي على الفانكشن اسمه كالكوليت نمبر بيتزا مباشره راح يغير لي اللون الاحمر والبيتزا اللي في اللون الاحمر موجود هون ل 10، اكبس بحكي لي 10 بيتزا. على هاي عمليه ستاتيك، يعني عمليه احنا عاملينها ستاتيك، بدنا نعملها بشكل دايناميك، فبلزمنا ببساطه جدا نجيب المحتوى الخاص ب التايب نمبر اوف بيبل اللي هي اسمها اي تي نمبر، فبلزمنا اجيب الاي تي نمبر واخزنه عندي في المين اكتيفيتي. فعشان هيك بعمل متغير مثلا بسميه var number، سميها number of people يساوي من نوع integer، اوكي من نوع integer، اوكي بعدين بحكي له يساوي ل الانبوت فيد اللي هو تكتبه لما تيجي الانبوت فيد اللي الموجود عندنا او التكست فيد الموجود في عندنا اللي هو اسمه اي تي نمبر. ففي الكود بتيجي بتحكي له اي تي، بتكتب اي تي بعدين هو لحاله بكمل لك اياه، بتكبس انتر، بدنا نجيب التكست الخاص فيه، بعدين بحول التكست الموجود عندي لسترينج، ومن سترينج بحوله لانتجر تو انتجر. طبعا بدك تتاكد انك كتبته بشكل صح، تو اختار انتجر، اكبس انتر. هيك انا اخذت المحتوى الخاص بالحقل وحولته ل انتجر اسمه نمبر اوف بيبل. بعدين ممكن اجي احكي له اوكي بلزمني نمبر اوف بيتزا، فباجي بعرف فاريبل اخر بسميه نمبر اوف بيتزا من نوع فلوت، بحكي له ليش فلوت؟ لانه ممكن يكون في اعشار، فممكن احكي له اوكي روح خذ لي النمبر اوف بيتزا، نمبر اوف بيت، روح خذ لي نمبر اوف بيبل وقسم لي اياه تقسيم ثلاث. ليش تقسيم ثلاث؟ لانه زي ما حكينا
دائما وابدا. البيتزا اللارج زي ما شرحت لكم بتكفي 3 اشخاص، فاذا نيجي نحطها كملاحظه 1 بيتزا، اوكي 1 بيتزا بتكفي 3 بيبل. فعشان تعرف كم بيتزا بدك تقسم نمبر اوف بيبل، تقسمه تقسيم 3، فممكن تيجي 3.0 تقسمه بهذا الشكل وتشيل السيمي كولن. احنا عادة سيمي كولن ما بيلزم سيمي كولن، اوكي. في بحكي لي تايب ميس ماتش ريكوايرد فلوت فاوند دبل، فممكن تحول هاي خليها دبل عشان تكون في السليم، خليها دبل. فنمبر اوف بيتزا نمبر اوف بيبل تقسيم 3. بعدين ممكن انا اجيب النمبر اوف بيتزا الموجود هون واحكي لنا انت بدك عدد معين البيتزا. كيف؟ ببساطة جدا، نجي بحكي لنا انت هي نمبر اوف بيتزا بلس كلمة بيتزا. فخلينا نختبر التطبيق مع بعض الان، نعمل رن. طبعا بتلاحظوا بعطيني هون بعطيني ايرور. ايش الايرور؟ بحكي لي انت ما بتقدر تجمع ما بتقدر تجمع قيمة من نوع دبل او قيمة عددية مع string، فعشان هيك لازم احول النمبر اوف بيتزا هاي ل string. فممكن اجي عليها to string، احولها to string، الرقم احوله to string، بعدين اجمعه مع string اخر، بصير عندي string concatenation اللي هو جمع string بشكل بسيط. نعمل run السيميليتر. فالان اشتغل، بحكي لي هاو ماني بيبل، خلينا نحكي مثلا 3 اشخاص، عندي 3 اشخاص. فبكبس كالكوليت، بحكي لي انت بدك 1 بيتزا، اوكي. جيت حكيت له طيب عندي مثلا 31 شخص، عمل كالكوليت، بحكي لي بدك 10 اشخاص وثلث. اللي احنا بدناش نحكي له عندنا 10 اشخاص وثلث شخص، او نص شخص اذا كان مثلا والد صغير، او اذا كان بيبي بكون ثلث شخص. لا احنا بدناش اياها بهاي الطريقه، بطريقه احلى. انا ما بقدرش اشتري مثلا ربع بيتزا، لازم اشتري بيتزا كامله. فعشان نحل هاي القضية بدنا نستخدم ايش اسمه السيل. السيل في عنا السيل وفي عنا الفلور. هلا لما اجي احكي لك سيل، السيل مثلا 2.3 السيل تبعها 3، يعني خليني اوضح لكم ايش بنقصد في السيل. جيت حكيت لك 2.3 السيل تبعها 3، اوكي. هاي بنسميها احنا السيلينج، السيل، اوكي. لو جيت حكيت لك 2.1 حتى السيل تبعها 3، فهي بتقرب لاقرب منزل لفوق. لو جيت حكيت لك مثلا 1.5 او 1.5 بهذا الشكل، برضه السيل تبعها 2، لانه بتقرب لاعلى منزله فوق. فهذا السيل في شيء اسمه فلور، الفلور منقلب للمنزله لتحت. يعني لو جيت حكيت لك 1.5 في شيء اسمه الفلور. جيت حكيت لك مثلا 1.5 الفلور تبعها 1، لانه بتقرب للمنزل تحت. احنا هون في السيل ناخذ السيلينج. فعشان ناخذ السيلينج بنيجي هون في المعادلة أو الإكويجن اللي كاتبينها هون، بنيجي نستخدم شو اسمه math.seal، أوكي. فبتلاحظ السيل بأخذ دبل، عشان هيك احنا عرفنا هاي دبل. فباجي بفتح القوس سيل هون، هي math.seal بتأخذ قوس، يعني بتفتح قوس بتحط الرقم اللي موجود هون مثلا 2.5، فبقرب لك اياه بصير النتيجة مثلا 3. هلا احنا بدنا نحط النتيجة اللي طلعت عندنا داخل السيل، عشان هيك بحط النتيجة أو المعادلة الموجودة هون داخل السيل، بالتالي النتيجة تبعتها راح تكون في داخل number of pizza، بطبعها مباشرة هون. خلينا نجربها مع بعض، نعمل run. اوكي خلينا ندخل قيمة 31 زي ما دخلنا قبل شوي 31، نعمل اوكي، نعمل كالكوليت. راح احكي لي انك انت مش راح تحتاج 10 وثلث، راح تحتاج 11 بيتزا، وهيك احنا حلينا المشكله. هلا عشان تشيل ال 11.0 هاي، يطلع في عنا رقم، فبدنا نحول الفاريبل نمبر بيتزا من دبل لانتجر. فكيف ممكن تحوله؟ ممكن تعرفه عن var، تسميه مثلا
n number of pizza بهذا الشكل n o p راح تكون من نوع integer والقيمة الفعلية تبعتها راح تأخذ the number of pizza الموجودة هون وتحولها to integer تحولها integer رقم عادي وبعدين بنمسك ال n o p موجودة هون ونحولها ل string عشان نشيل قصة الصفر هاي 11.0 بيتزا نعمل run اوكي فلما يشتغل التطبيق خلينا ندخل 31 نعمل كالكوليت راح يحكي لك ان انت بتحتاج 11 بيتزا زي ما شايفين دخلت مثلا رقم كبير مثلا 310 اشخاص كم بيتزا بدكم راح يحكي لك انت بتحتاج 104 بيتزا عشان تطعم 310 شخص دخلت مثلا 300 اكبس تقدر تحذف من هون 312 كالكوليت او اعمل صح اول شيء بعدين اعمل كالكوليت راح احكي لك ايضا تحتاج 104 اذا دخلت مثلا 313 اعمل كالكوليت راح احكي لك راح تحتاج 105 بيتزا وهكذا خلينا نجرب نطبق نطعم جميع الشعب العربي كم عدد الأمة العربية ملايين نشوف كم بيتزا بدنا نطعميهم خلينا نحكي مثلا 300 مليون احنا 300 مليون عربي طيب 1 2 3 4 5 6 يعني 300 مليون كم بيتزا بدنا عشان نطعم العالم العربي اوكي نعمل نعمل كالكوليت نحتاج مليون بيتزا شعب رقم كبير كثير لكن 100 مليون بيتزا بدك بدك 100 مليون بيتزا عشان تطعم العالم العربي ككل احنا الشعب الفلسطيني اعتقد عددنا 11 مليون 11 مليون شخص اللي هو 11 وقدامها 6 صفار تكون واحد فعشان تطعم الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات واللاجئين بدك 366 3 ملايين و 666 ألف بيتزا ألف بيتزا فهذا هي أصدقائي يعني أول تطبيق لإن عملناه مع بعض اللي هو متجر أو برنامج اللي بيحسب كم عدد البيتزا لازم إطعام عدد معين من الأشخاص بتمنى يكون الدرس طبعا نال على إعجابكم ورضاكم زي ما شفنا في المنيو ممكن انك ترجع يعني في الاعدادات اللي موجوده هون ممكن نرجع على التطبيق مره اخرى وتشوف الاعدادات ممكن تعمل كات هون للتكست تعمل نقره عميقه وتعمل كالكوليت فهذا هو اول تطبيق اصدقائي لنا في هاي الدوره يعني اول مشروع بننفذه مع بعض ببساطه جدا بيكون بحساب عدد البيتزا اللازمه لإطعام عدد معين من الأشخاص حاولنا نطبق فيه عدة أمور نجمع كل الشغلات اللي تعلمناها سو فار لحديت الآن في هذا القسم من الدورة شفنا كيف نتعامل مع الليبل كيف نعمل ريسبونسيف لاي اوت كيف نضيف عناصر بحيث انه التطبيق اللي عندنا يشتغل على مختلف الشاشات كيف نضيف لوجيك وننفذ اول كود لانه انه نتعامل مع العناصر الموجوده في الشاشه عن طريق ان نعطيها اي دي نديها وشفنا كيف ممكن نتعامل مع الفانكشنز عن طريق الليسنر الخاصة فيها نضيف على بتن ونقوم بعمليات مختلفة على النصوص والفيوز الموجودة عندنا فهي مقدمة سريعة لهذه الدورة الدورة الشاملة لمطور الاندرويد باستخدام الكوتلين ولغة الجافا بشكل رئيسي احنا في الدورة راح نغطي الكوتلين طبعا راح نشرح بعض الأساسيات في الجافا لكن الدورة هاي مينلي بتغطي لغة الكوتلين هي لغة شبيهة جدا بلغة الجافا ولغة سويفت ولكنها لغة قوية جدا ايضا مكافأة لقوة لغة سويفت من ناحية الأداء والقوة والسرعة في التطوير فبشكركم أصدقائي جدا للمتابعة لا تنسوا تتابعونا في الفيديوهات والأقسام القادمة من هذه الدورة الرائعة بتمنى البيتزا تكون عجبتكم ما تنسوا تابعونا في الدروس القادمة بشكركم مرة أخرى من صميم قلبي وبدعوكم لزيارة موقعنا الإلكتروني inkarimi.com ونراكم على خير في الدرس القادم السلام عليكم